السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هند صفوت، مدرس مساعد رمد. هبتدي معاكم سلسلة اسمها كانسكي ميد إيزي. هعتمد فيها على أن أنا هحاول أشرح كل كلمة في كانسكي. وأنا اخترت الإيت إديشنز اللي هي ظهرت في 2016 على أساس أنها تقريبا آخر إديشن أنا قريتها وحطيت معي كومنتس عليها. الفكرة اللي خلتني أعمل كانسكي ميد إيزي إن كتير قوي من الجونيور أوفثالموجيست اللي أنا تعاملت معيهم بيستصعبوا كانسكي، معرفش ليه، بيقولوا إن هو مش أورجانيزد، إن المعلومات مبهمة بالنسبة لهم جواه، ولازم يقروا ما بين السطور عشان يحاولوا يفهموا، أو يقروا مرة واتنين وتلاتة. بدأوا يلجأوا كمان لكتب ما تنفعش حد بوست جرادويت يقرأ منها. على رأي حد من أساتذتنا الأفاضل كان يقول كانسكي ده الجوكر بتاع الرمد، لازم كل أوفتالمولوجيست في بداية حياته يكون على الأقل قاري وفاهم كويس اللي جواه، وبعد كده ممكن يوسع معلوماته أو ميوسعهاش. عشان نفهم كانسكي كويس ده هيفيدك قوي في تحضير زمالية، تحضير ماستر، تحضير دكتوراه. الموضوع مبسط جدا. الاورجانيزيشن على كل التوبيك، لو انت هتدخل مثلا امتحان كلاسيك، انا بقول عليهم كلاسيك اكزامز زي امتحانات الماستر او الدكتوراه المصري، عادي ببساطه المعلومه في دماغك انت جاست بس هتعمل سكيلتون فريم للاجابه، مثلا ديفينيشن كوزس باثوفيسيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن كومبليكيشن ديفرنشال دايجنوسيس تريتمنت تريتمنت، ممكن نحط فيه مثلا بروفلاكسز اكشوال تريتمنت تريتمنت اوف ذا كومبليكيشنز، الفولو اب بتاعي، الاوتكم لاي ديزيز انا هتكلم عنيه. انت لو فاهم المعلومة in deep knowledge والمعلومة settled in your brain as ophthalmologist، اي سؤال هيتحط لك في اي مكان هتعرف تجاوب عليه. بالنسبة طبعا للناس اللي بتحضر لزمالية او شهادات اجنبية شوية، الامتحان بيبقى مختلف عن الكلاسيك اكزامز اللي احنا متعودين عليها، فده بيبقى عايز deep knowledge. فdeep knowledge دي مش هتجيلك من القراءة السوبرفيشال لاي كتاب، مش هتجيلك انك حتى تحل even امتحانات كتير. صح، حل الامتحانات بيريحك، بيفهمك السيستم ماشي ازاي، لكن مش هتبقى عارف المعلومه دي جايه منين. مش معقول هتحفظ كل الام سي كيوز اللي في الدنيا او هتحفظ كل البروبلم سولفنج اللي في الدنيا. الحاجه الثالثه وهي الاهم في نظري، مش هو الاكزام، لا اكزام ماستر ولا دكتوراه ولا زماله، هو اهم حاجه هو البيشنت. احنا الام بتاعنا كله ان انا ابقى فاهم صح عشان اعالج بيشنت صح، عشان ده هيومن بينج انا مسؤول عنه، مسؤول عن اهم سنس فيه اللي هو اي، يعني اي اورجان ده انا بعتبره ذا، يعني هو فعلا هو جوهره الانسان. يعني وحتى لو سالت اي انسان عن ايه اهم سبيشال سنس يملكه هيقول لك الفيجن. طبيعي الفيجن هو اللي بيخليه، هو اللي بيرسم كل الصوره الموجوده في الدنيا في حياته. يعني الفيجن اي ثينك هو طبعا كل سبيشال سنس مهم جدا، بس اي ثينك ان الفيجن ده اهم من الهيرنج، اهم من التوكينج، يعني هو الكوماند بتاع جسمنا، هو الفيجن، يعني هو اللي هيعرفنا كل حاجة. فانا حاول هبتدي معيكو، هعمل فيديوهات قصيرة. لو حد عنده اي سؤال او استفسار ممكن يساب لي كومنت على الفيديو وانا احاول اجاوب في الفيديو التاني. مش هحاول اطول فيديوهاتي، بس انا حاول ان شاء الله ان انا انهي معيكو السلسلة بتاعت كانسكي ميد ايزي، لعل الله يجعلها في ميزان حسنيتي وينفعكم بيها وتبقى عالم نفع. بالمناسبة انا ما سمعتش لاي حد، ده my deep knowledge او my own knowledge، يعني انا ما بقلتش اي حد بيدي محاضرات وما سمعتش لاي حد، غير طبعا حضور مؤتمرات او محاضرات. البوست دي اوكي معترفة طبعا ان انا اكيد سمعتها، حضرت ويبنارز كتيرة في الفترة اللي كان فيها لوك داون بتاع الكوفيد 19. فادت الواحد صراحة ان هو كمان انتر اكت مع ناس من بره كتير، يمكن اكتر ما كان بيحصل معنا في المؤتمرات اللي هي العادية. اتمنى ان انا افيدكم يا رب، ونبتدي بداية موفقة. انا هبتدي كرونيكل يعني من بيج 1 لبيج 1000. اي ثينك انا اعتقد ان هو الاديشن دي اعتقد انها 900، فاحنا هنبتدي باول تشابتر عادي خالص. لما نكون يعني سيستماتيك يكون احسن، مش هحاول انط من تشابتر لتشابتر والشيء بالشيء يسكن. يعني اول تشابتر عندي طبعا اللي هو الليد،
حاول اكبر معاكوا بس الصوره. طبعا هو كانسكي بيدي هنت في اول كل تشابتر عن الاناتومي والفيسيولوجي، ولو في انفستيجيشنز على الاورجن اللي هيتشرح في التشابتر ده هو بيقوله. الصراحه هو لطيف في الانترودكشن بتاعه، بيبتدي بيزك. بس هو الغريب شويه ان هو لما يجي يتكلم عن الايليد مش هنلاقيه شارح كل الايليد، هو شارح السكين بس في الاناتومي، وعامل كونفيرم عليه عالي جدا، وحتى منزل صور هيستولوجي او هيستوباثولوجي سلايدز، والوانها جميله وواضحه جدا عندنا. طيب هو ايه فكرته؟ هو فكرته ان هو التشابتر اللي ده هو يعني من التشابترز اللي بيعتبروها في الاوكيلوبلاستي شويه، انها عشان فيها شويه تيومرز، وان بتاع جنرال اوفثالمولوجيست المفروض يبقى واخد باله جدا من التيومرز، يبقى عارف ان ده مثلا بيناين ما يقلقش العين، لا ده بوتنشال مالجننت لازم احطك تحت فوكس، لا انت مالجننت او كويري مالجننت، لا انا لازم اعمل اكسجين وبايوبسي. العيان اللي جاي لي مثلا بفانجيتنج تيومر، طب العيان اللي جايين لي بريكارنت، طب انا يعني اخد بالي من ايه؟ طب ايه الماسك ريدنج في الديزيز دي، خصوصا الناس الالدري، هنشوف كل الحاجات اللي بتيجي فيهم واللي ممكن تقلق، خصوصا السكين مالجنسي كتر، ويمكن كتر جدا عند الاجانب، فعلشان كده اي ثينك ان كانسكي مهتم بيه، لان هم اصلا هم فير السكين بتاعهم فير، واي سان اكسبوجر ده بوتنشالي كارسينوجينيك بالنسبه لهم، فهو طبعا لازم يعمل كونفيرم على السكين. يعني هو انا مستغربه بس ان هو ما كملش بقيه الاناتومي بتاع اي دونت نو واي، يعني حتى في اي اديشن قبل كده ما اعتقدش ان هو شارح كل. anyway المفترض ان الناس اللي باديه تقرا كينسكي معايا او هتسمع السلسله دي، المفترض على الاقل ان هم عارفين الاناتومي عادي بتاع الايلت، فمش هندي كونفيرم عليه. احنا الهدف من السلسله ان انا احاول ان احنا نعمل اناليسز كينسكي، مش هنحاول نجيب معلومات زياده، الزيادات موجوده في كتب تانية، يعني في كتب مختصه بالاناتومي، في حاجات مختصه بالبيزك نوليدج، مش مكان انا بس عايزه افهم هو ليه، بفهمكم هو ليه عامل فوكس هنا على السكن. طبعا هو السكن هو الاناتومي بتاعه العادي اللي هو بيتكون طبعا من ابيدرمس وديرمس، وعندي طبعا الريليتد ستراكشر اللي بنقول عليها ادينكسيا، زي مثلا ال السبيشيس كلاندس والبايلو هير فوليكلز او الهير فوليكل سويت كلاندس، الحاجات دي كلها. هو الابيديرمس هيبتدي يقول لي ان انا الابيديرمس بتاعي هو متكون من لايرز، اللايرز اللي تحت خالص اللي هي اول لايرز في الابيديرمس اللي هي ما بين يعني او في الجنكشن بتاعه الابيديرمس مع الدرمس، هي تعتبر هي البيزل لاير. انا هبتدي بس من تحت احسن، مش عايزه ابتدي من فوق، هبتدي من تحت لان هو شويه الباثولوجي بيبتدي من تحت ما بيبتديش من فوق. فانا عندي البيزل لاير دي هي سنجل لاير خلاص، ودايما البيزل لاير دي بتبقى ريستس على بيزمت ممبرين، والكلام ده مثلا هنشوفه في الكورنيا، هنشوفه في الكونجكتيفا بعد كده. ودايما البيزل لاير دي بتبقى سنجل لاير طبعا، وبتبقى شويه كولامينر، وفي بعض ستراكشر ما بتبقاش كولامينر، بتبقى كوبويدال، هتشوفوا حاجات زي اللاكريمال جلاند والحاجات دي بتبقى شويه كوبويدال البيزل سيلز بتاعتي، لكن هنا انا عندي هي كولامينر. وطبعا نيوكليتد، اكيد نيوكليتد. الفكره كلها ان هي كونتيننج ميلانين البيزل سيلز، وفيها ميلانوسايت، وفيها شويه انتيجين بريزنتنج سيلز زي اللانجر هانز اللي هي تعتبر الماكروفاج بتاعت السكين. طيب اللايرز اللي بعد كده هتبقى طبعا هي البيزل سيلز في اي مكان بترتبط على البيزمنت ممبرين اللي تحتيها بحاجه اسمها هيميديزموزومز، وما بينهم وما بين بعض برضو بديزموزومز. يجي بعد كده شويه مالتيبل لايرز بنقول عليهم البريكل سيلز او استراتم سباينوزم. ليه بقى سباينوزم؟ هو بيقول يعني ان هم حوالي 5 لايرز، وان هم بوليجونال ان كروس سكشنز، والسيتوبلازم بتاعهم ايزينوفيليك، وبالتالي النيوكلي برضو هتبقى راوندد. وليه هم ليه هم سبايني؟ قالك السباينز اللي ما بين كل سيل وسيل بتعمل جانكشن ما بين السيل والسيل، فبيبقى بالتالي البريكل سيل لاير دي كونتينوس كامل لو كانت سنسيتيوم. هو مش سنسيتيوم حقيقي، لان هو انا عندي ديفرانشيشن بيبين في الهيستولوجي، لو حطيتها اندر سلايدز هيبين كويس ان هي دي السيل تو سيل يعني. لكن انا قصدي الجانكشن ما بين السيلز او اللي بيعمل كوهيجن هو استراكشر في السيل ممبرين بتاع الخليه اللي هو السباينز، مش محتاجه ديبوزيت ماتيريال ديبوزيتد زي الهيميديزموزومز تعمل التايت جانكشن، لان الهيميديزموزومز ديت او الديزموزومز اللي بتبقى بين الخليه والخليه ده دي حاجه ديبوزيتد، مش حاجه في الاستراكشر بتاع السيلز. السيل تو سيل اصلا يعني لو حد عايز يقرا فيها في انديب نوليدج فيها كلام كتير، يعني مثلا في كي اند هول جانكشن،
في ممكن ما يكونش في سيل ممبرين والسيل تو سيل ويعملوا اكتوال سينسيتيم. في بقى زي ما شفنا السباين سباين دي، في بقى الانتر ديجيتيشن، في برضو الهيميديزموزومز. كل الحاجات دي طبعا معموله ليه عشان يمنع ما يبقاش في فري باسج لاي حاجه. اعمل شويه اقول له لا ستوب، مين يعدي ومين ما يعديش، طب مين اللي هيعدي؟ غالبا هم بيبقوا اللابيد، اللابيد سولابول، عشان السيل ممبرين بتاع اي خليه بيبقى طبعا انتوا عارفين ان هو بيتكون من فوسفولابيدز. خلاص طيب لو انا ووتر سولبل هعدي، ممكن تعدي بس بحاجات معينه، يا اما تبقى فاسيليتد، يا اما تعدي اندر مثلا جريدينت فيوجن. انا طبعا ما بتكلمش على الاكتيف بامبس والحاجات اللي بتبقى عايزه انرجي، بتكلم على اللي هي ريليتد للاناتومي بتاعي. يا اما يكون انت مثلا سمول قوي اصغر من الانتر ديجيتيشن اللي ما بين كل خليه وخليه فتقدر تعدي، وهكذا. الحاجات دي بالتفصيل يمكن بتتشرح في الفسيولوجي بتاع الكورنيا، لان لها علاقه بعد كده تعرفوا بالاي دروبس، بيصنعوا الاي دروبس بناء على ايه عشان تبقى بنتريت الكورنيا وتوصل انتيو تشامبر او الانتيو سيجمنت وتديني الرياكشن بتاعها، اوكي، او الفارماكو داينامكس بتاعها. طيب بعد البريكل سيل لير هي الجرانولر لير اللي هي بتبقى 1 او 2 لايرز. بقى بدايه ان انا شايفين ده على فكرة بالمناسبة اسمه normal differentiation of the cells، عشان الباتن اللي انا بشرحه ده لو حصل فيه اي abnormality، يعني ما شفتش البيزل لاير بعديها بريكل سيل لاير بعديها جرانولار لاير واخر حاجة الكرياتين لاير، هو ده اللي بنقول عليه loss of polarity او loss of the epidermis differentiation. loss of polarity دي من احد الساينز بعد كده اللي هتعرفوها of malignancy. فانا عندي الجرانولار سيل لاير اللي هي هتبقى 1 او 2 لايرز، هتبقى بقى بخلص ما بدأنا بقى نتحول، كنا تحت كولامينر بعد كده بوليجونال، نبتدي نبقى فلات سيلز، وهيبقى فيها شويه كرياتين جرانيولز جوه. خلاص يبقى تحت خالص كان عندي ميلانين جرانيولز، فوق خالص كرياتين جرانيولز. ليه؟ لان انا الخلايا اللي هتطلع اللاير الاخيره اللي هي الكرياتين. الكرياتين بتاعي لاير دي عباره عن خلايا فقدت النيوكلياي. مين الخلايا تاني اللي في الاي بتفقد النيوكلياي بتاعها وبتبقى زي كانها كولاجين لايرز، هتعرفوا بعد كده، اللي هي الابيثيليوم بتاع الكريستالين لينس في عينينا لما يروح عند الجيرمينيتيف زون عشان يتحول لفايبرز او الكريستالين لينس فايبرز. اول خطوه بيعملها ان هو بيفقد النيوكلياي وبعد كده بيلونجيت ويعمل الفايبرز اللي هي عباره عن لحد ما بروتين صافي، يعني هي مش بروتين صافي قوي بس 65% بروتين، ودي اعلى نسبه بروتين موجوده في جسمنا. فاخر لايرز هي الكرياتين، ودي ديفايد اوف نيوكلياي وعباره عن بنسميها الهورني لاير. طبعا هتبقى ايزينو فيلك زي ما احنا شايفين. ايه اللي ممكن يحصل بقى كابيدرمس تشانجز هناخده في كل خليه وهيتكلم هو عليه بعد شويه، مش عايزه اطول في الجزئيه دي لان هي جايه كده كده بالتفصيل في شويه ترمينولوجي هو بيشرحهم. لكن لو بصينا للدرمس، طبعا بيقول لي ان الدرمس ثيكر ذان ابيدرمس طبيعي. الدرمس هي الكونكتيف تيشو عموما اللي بيبقى تحت اي ابيدرمس في اي حته في جسمنا، مش في الايليد بس، لكن هو بس في الايليد بيبقى شويه سينو اريولر. ودي معلومه يمكن عارفينها من الاندر جرادويت، انه ما بيبقاش في يعني بيبقى سينو اريولر ما بيبقاش فيري فات، ما عنديش سبكوتينيوس الفات الطبيعي اللي موجود في بقيه جسمنا. يعني حد هيطلع يقول لي الله امال السبيشيز جلاند والكلازيوم والحاجات دي بتطلع منين؟ لا، هي مش بتطلع من سبكوتينيوس فات، هي بتطلع من السبيشيز جلاندز بتاعت خلاص، لكن مش سبكوتينيوس فات. والسبيشيز جلاندز دي لما بتفرز ما بتفرزش سبكوتينيوس، هي فرزاتها كلها راحه فين؟ راح عشان تعمل لي زي سكيلاند، راح عشان تعمل لي الاويلي ماتيريال بتاعه اللاكريمال فلويد بتاعي او التير، والحاجه زي الزعيس بتعمل بس مجرد لوبريكيشنز للهير فولكلز اللي بتطلع من السكن او الاي ليشز بتاعتي، لكن ما عنديش سبكوتينيوس فات. اوكي طيب الفات الوحيد اللي ممكن يكون موجود في اللد هتعرفوه بعد كده في حالات تانية زي الزنسي لازمة، او حالات لو حصل بتريوجن بقى للريتروسيبتال فات اللي هو الاوربيتال فات. خلاص حصل ويكنس او ديزنس في السبتم ولقينا ساكس طالع من الفات كده سبكوتينيوس، دي حاجة حالات باثولوجيكال، لكن ده مش النورمال الطبيعي في زي بقية جسم الانسان.
طبعا مفترض ان انا عندي لمفاتكس وبلاد فيزس في الدرمس وعندي الفايبروبلاست وعندي ماكروفاج وعندي ماست سيلز وعندي كل الادينيكسيا. في بس مصطلحين هم بيحبوا يقولوهم الابيدرمس كده وهو نزل لتحت عامل شويه بروجكشن او داون وورد كده بروجكشن في الدرمس ده اسمه ريتري ريدجز. والعكس الدرمس وهو طالع وهو عامل شويه بقى بروجكشن في الابيدرمس زي هنا كده ده اللي بيقولوا عليه بابيلا. اوكي ده مصطلح يعني مش مفيد قوي معانا في الرمد بس اهو ادينا بنعرفه لان كانسكي كده. طيب طبعا احنا برضو لازم نبقى فاهمين ان تحت تحت الدرمس على طول في طبعا زي بوتنشال سبيس وبعد كده عندي الماسكولار لاير والتارسس بعد كده. الجلانس اللي موجودة عندي السبيشيس جلانس خلاص اكتر حاجة هتبقى موجودة حوالين الهيرز صح وهتبقى من اكتر الحاجات اللي موجودة فيها هي الكرانكل لان الكرانكل ما هو يعتبر موديفايد سكين وفي فيلس هير وفي سبيشيس جلانس وفي كوبلت سيلز كتير. الميبوبين جلاند طبعا دي موديفايد سبيشيس جلاند لانها مش موجودة في الدرمس هي اكشوال موجودة في الترسس. وهم طبعا في فرق بين الابر واللور تقريبا يفرقوا بس 5 جلاندز يعني تقريبا فوق لو في 30 هيبقى تحت 25 لو فوق في 25 تحت 20 يعني هم مش قد بعض بالظبط وده اللي علاقه طبعا بالدايمنشنز بتاعه الابر تيرسس واللور تيرسس. ما هو الابر تيرسس اكبر من اللور تيرسس فطبيعي ان هيكون بيحتوي سبيشيس جلاند اكتر زي ما بيحتوي اي لاشز اكتر فوق 150 تحت 75. وعندي الزايس طبعا جلاند ودي قلنا اسوشيتد بالهير فوليكل. لو الزايس برضو من الحاجات عشان ساعات يجي سؤال ام سي كيو فيها هي اسمها هولوكراين هولوكراين ماشي هولوكراين جلاند المولز ايبوكراين طبعا انتوا عارفين الاندوكراين والاكراين والهولوكراين والايبوكراين دي كده حسب كل خليه بتفرز فين يعني اللي بيفرز في الدم اسمه اندوكراين اللي بيفرز في اوبننج خاصه بيها يبقى اسمه اوبوكراين اللي هيفرز على طول في الاورجنز اللي بيحاوطوا ملهوش كانال هيبقى اسمه هولوكراين. الجلاند اوف مولز هي ايبوكراين سويت جلاندز يعني لها طبعا هنعرف ان لها سيلولار تيشو في الجلاند ولها زي سنترال كانال بتفرز فيها فعشان كده هي ايبوكراين. في برضو حاجه اسمها اكراين سويت جلاندز ان انا افرز على سطح على السطح السكين على طول ودي لما بيحصل ان هي دي موجوده في كل السكين مش كونفايند ليد مارجن زي الجلاند اوف مولز والزايس. وطبعا في البايلو سبيشيس يونت بتاعتي اللي هي تعتبر الهيل فوليكل مع السبيشيس جلاند اللي حواليها اللي ممكن قد يكون احداها الزايز جلاند يعني هو ممكن تبقى سبيشيس جلاند كده طالعه مع الهيل فوليكل او الزايز جلاند سبيسيفيكلي خلاص. طيب شويه ترمينولوجي في الباثولوجي ممكن يكونوا مهمين ممكن ما يكونش مهمين هم مهمين بس عشان في البريسايز ديفينيشن بتاع اي حاجه نبقى فاهمين. يعني انا عندي مثلا بيقول لي الماكيول يعني ايه ماكيول هو مجرد كالوري تشينج بس اريا لوكالايزد لازم تكون اقل من 1 سنتيمتر خلاص ما عنديش فيها اليفيشن ولا ديبريشن ولا اي حاجه ده مجرد كالوري تشينج. الكالوري تشينج ده خلوا بالكم ممكن يبقى هايبو بيجمنتد هايبر بيجمنتد ارثيميتس فكل ده اسمه ماكيولز خلاص لكن ما هيش تيومرز. اوكي البابيول بالمناسبه الهايبر بيجمنتد هيبقى في الماكيول زي الفريكل. البابيول اللي انا بتكلم عن سوليد اليفيشن عندي اليفيشن اقل من 1 سنتيمتر لو كان اكتر من 1 سنتيمتر هيبقى اسمه نديول. اوكي البليك دوت اليفيشن برضو اكتر من 1 سنتيمتر زي النديول لكنه ديفيوز شويه اليفيشن يعني هو مش نودولر. في فرق بين كلمه بليك بيبقى سطح مستوي النودولر ده بيبقى جلوبولار ستراكشر شويه. اوكي طيب طبعا في بقى اللي هي السيست والبولي والفيزيكال الفروقات كلها احنا عارفين يعني الفيزيكال دوت هو عباره عن ليجن سيركمسكرايبد في سيرس فلويد وصغير قوي لدرجه انه اقل من نص سنتي لو كبر عن كده هيبقى اسمه بولا او بولي الجمع بتاعه. لو في باست مش كبير فلويد هيبقى اسمه باستيول. لو الباستيول دي فرقعت وده هنعرفه عشان بعد كده برضو في حاجات معينه في الهربس زوستر مشهور قوي ان هو بيبتدي بفيزيكال او بولي وبعد كده بيحصل سيكندري بكتيريال انفكشن فتحول لباستيول الباستيول دي تفرقع
فلما تفرقع اللي هو البيرولنت اكزوديت بتاعه ده يسوليديفاي على السكين، فبنقول ساعتها عليه كراست، عشان عايزين نفرق كويس جدا بين كلمة كراست وسكيل. سكيلز ده سكين بتاعي بيطلع هورني لايرز او بيطلع كرياتين لايرز كتيرة، فبالتالي السكيلز دي هي عبارة عن شادد كرياتين لاير، لكن كراست هي السوليديفايد بيرولنت اكزوديت. جت منين بيرولنت اكزوديت؟ دي كانت باستيول عندي وفرقعت. اوكي طيب، طبعا الالسر دي معلومة مشهورة جدا ان هي مجرد سيركمسكرايبد اريا فيها ابيثيليال لوس. اوكي البابيلوما ده بناينيو بلاستيك وورتي او زي السكين تاك كده، بروجكشن على من السكين او من اي ميوكس ممبرين، مش شرط مش كونفايند للسكين. لو هنيجي نعرف شويه تعريفات باثولوجي برضو تاني، يعني ايه نيوبليزيا ويعني ايه هايبربليزيا ويعني ايه ديسبليزيا وكل التعريفات دي. طيب عموما كلمة تيومر لا تعني كانسر، كلمة تيومر تعني ميس، قد تكون بيناين، قد تكون بوتنشالي ماليجنت، قد تكون لوكالي ماليجنت، قد تكون ماليجنت، الاربع حاجات دول. خلاص ايه اللي بيفرق، ايه اللي يفرق بين تيومر وتيومرز؟ البيهيفير بتاعه، البيهيفير اوف ديفرنشيشن، البيهيفير اوف ذا كروس، اللي تشينجز اللي هتحصل في السيلز اللي هيطلع منها هي اللي بتحدد ان كان بيناين فيرسس مالجنت. فلما بنتكلم على نيوبليزيا، نيوبليزيا برضو هي نفسها نفس التيومرز، ها هو مجرد ان حصل تيشو جروث خلاص او تيومر فورميشن، ابنورمال تيشو جروث تعني بالترمينولوجي التاني تيومر فورميشن. طيب ممكن تبقى بيناين، ممكن تبقى بيناين لو انا الجروث بتاعي دوت كان كونفاين، ما حصلش انفيجن، ما حصلش ديستراكشن للبيزمنت ممبرين، ما حصلش لوس اوف ديفرنشيشن او بولاريتي، ممكن يبقى شويه هايبربليزيا. ما هو نيوبليزيا ده احنا بنقول ايه، ابنورمال تيشو جروث. طب ما هو التيشو جروث ممكن عدد الخلايا تضاعف، جاست مجرد هايبربليزيا، ما فيش اي ساين تانية غير كده، خلاص ده بيناين نيوبليزيا او بيناين تيومر. طيب لا، لو حصل بقى ان انا عندي خلاص بروجريسيف جروث، حصل بوتنشال للديستنت سبريد، حصل انفيجن للبيزمنت ممبرين، حصل لوس اوف ديفرنشيشن او لوس اوف بولاريتي، الحاجات اللي حصل اتيبيا، لا خلاص انا كده ساينس اوف مالجنسي بدات اتعرف. خلاص فاحنا اتفقنا ان كلمه نيوبليزيا وتيومرز قد تكون بيناين قد تكون مالجنت. طيب مصطلح الاتيبيا ده، الاتيبيا ده بيحصل مع المالجنت احنا عارفين، بس مش شرط انه يحصل مع كل المالجنت، سوري مش شرط انه يحصل مع مالجنت بس، يعني هو ممكن يحصل مع حاجات لسه بوتنشالي مالجنت. وهناخد حاجه كده بعد كده اسمها مشهوره جدا، اسمها برايمري اكوايرد ميلانوزيس وذاوت اتيبيا اند ويذ اتيبيا. يعني ايه؟ يعني هو الميلانوسايتس زادت، حصل فيها بروليفريشن والميلانين زاد، بس الخلايا ما فيهاش اتيبيا، وفي جزء وفي خلايا تانية فيها اتيبيا. حسب كمية الاتيبيا بقول العيان دوت بوتنشال ان هو يتحول لماليجننت بعد كده، يعني يتحول لميلانوما، او لا هيفضل طول عمره كده مجرد اكوايرد ميلانوزس، يعني زيادة بس بيجمنتيشن انا شايفها قدامي وشوية ميلانوسايتس حصل فيها بروفيشنز، بس خلص الخلية هي بشكلها الطبيعي بشكلها النورمال. يعني كولامينر هي كولامينرز، النيوكلي هي هايبر كروماتيك، النيوكلير تو سيتوبلازم ريشيو، يعني عارفين ان كل خليه فيها حاجه اسمها نيوكلير تو سيتوبلازم ريشيو، النيوكلي واخد قد ايه من حجم الخليه، فبالتالي في ريشيو ما بين النيوكليس والسيتوبلازم المفروض ان ما يبقاش ازيد من رقم معين، لو زاد معنى كده ان الخليه دي مور بروفليتنج لان النيوكليس كبرت وبيحصل فيها ديفيجن، فكونها توصل في انها تبقى طبعا الميتوتيك فيجرز بتاع حزيد، فهو ده اللي بنقول عليه اتيبيا، هذه اللي بنقول عليها اتيبيا ان هي النيوكليير تو سيتوبلازم اللي بنقول عليها هايبر كروماتيك او نيوكليير تو سيتوبلازم ريشيو، فدي ساينز اوف انكريزد الميتوتيك فيجر، فبدا يحصل اتيبيا في الخليه. بس خلوا بالكم ده تشينج على مستوى السيل، مش تشينج على مستوى التيومر كله، يعني انا لسه بس مجرد السيلز حصل فيها شويه تشينجز، ده لازم احط عيني عليه، العيان ده ممكن بعد كده يقلب، انا لسه حصلش اي حاجه، لا حصل ابنورمال جروث ولا حصل لوس اوف ديفرنشيشن، ويعني البيزل لسه ستيل بيزل، والبريكل لسه ستيل بريكل مثلا في الابيدرمس، والجرانيولر لسه ستيل جرانيولر، والهوني لير لسه زي ما هي، ما حصلش اي حاجه، والبيزمنت ممبرين سليم وزي الفل، ما حصلوش انفيجن ولا اي خلايا ظهرت من الابيدرمس في الدرمس خالص. خلاص طيب دي كلمه اتيبيا. فالاتيبيا تعني ان احط عينيا على العيان ده، قد يكون مالجنت، قد يكون هيتحول لمالجنت، قد يستمر طول عمره كده، بس هو عيان لازم يتحط اندر فوكس. طيب الديسبليزيا، ده الترنيشن في الايسايز والمورفولوجي
الاورجنايزيشن اوف سيلولار كومبوننت اوف ذا تيشو. يعني دخلنا بقى كده على مستوى التيشو كله اهو، يبقى في disturbance of normally structured and recognized layers of the tissue، يعني loss of polarity. الكلام اللي أنا كنت بتكلم عليه ده، أنا خلاص الـ يعني مثلا الـ columnars بقى كله columnars مثلا، أو كلهم brachial cells خلاص، أو ما عادش فيه الباترن النورمال بتاعي اللي هو ربنا خلقه في الإبيدرمس، إن هو أنا عندي layer تحت كذا وفي النص كذا وفوق كذا، حصل فيه disturbance. فهو ده الديسبليزيا، يعني في الorganization بتاع التشو حصل disturbance اللي هو بنقول له بمصطلح تاني loss of polarity. يبقى أنا دي تاني مصطلح عرفني. طيب لو قلنا كارسينوما انسايتو وانترا ابيديرمال كارسينوما، بالمناسبة عايزة أفهمكم حاجة، كارسينوما انسايتو أو انترا ابيديرمال كارسينوما مصطلح بوين ديزيز، ده بيتقال على كارسينوما انسايتو in skin tumors only. ما يجيش اقول على كارسينوما انسايتو ان كونجكتيفا اقول بون ديزيز، لا، لما ندخل على كونجكتيفا والكورنيا هنعرف مصطلح اسمه اوكلر سيرفيس سكوميس نيوبليزيا، اللي هو بيتضمن في احده الانترا او كارسينوما انسايتو، اللي هو بنقول عليه مصطلح اصلا. يبقى بون دي خاصه بالسكين، محدش يعمل لها ابلكيشن على الكورنيا زي ما في بعض كتب الباثولوجي كتب كده، لا غلط. يعني ارجعوا لبتوع الدرماتولوجي هقول لكم لا، بون دي confined لكارسينوما انسايتو in the skin only، مش في اي حته تانية اقول بون ديزيز. اوكي طيب، غالبا ده اسم العالم طبعا اللي اكتشفها واكتشف الخلايا الخاصه بيها بعد كده. طبعا البون ان ديزيز او كارسينوما انسايتو هي ايه؟ كارسينوما ما عملتش انفيجنز، هي لسه ما عملتش انفيجن للبيزمنت ممبرين، بس حصل كل المالجننت تشنجز على مستوى الابيدرمس، يعني فوق خدت الفول سيكنس ابيدرمس، مش مجرد خليه، يبقى مش مجرد خليه ومش مجرد لوس اوف باتن. فحصل بقى الديسبليزيا والاتيبيا، وحصل لوس اوف بولاريتي، وحصل الميتوتيك فيجرز ديتا، وحصلت كل الحاجات دي، بس انا كل ده انا لسه في الابيدرمس، ما طلعتش بره، انا شاطره كويس. في في انواع من التيومرز بتقعد طول عمرها كده، اللي بنقول عليها الكارسينوما انسايتو ممكن تطول. وعايزه افهمكم ان في فرق برضو بين الكارسينوما انسايتو واللوكالي مالجننت، يعني عشان نبقى فاهمين. لوكالي مالجننت لا، هي بتكسر البيزمنت ممبرين، مش ما بتكسرهوش، وبتعمل انفيجن، جاست بتعمل انفيجن للديب ستراكشرز اللي تحتيها. زي ما ناخد دلوقتي في البيزا سيك كارسينوما، تعمل انفيجن لايه؟ هي في الابيدرمس، تعمل انفيجن لايه؟ للدرمس، وتفضل طول عمرها في الدرمس، لا هتروح يمين ولا هتروح شمال. يعني ايه؟ يعني مش هتعمل لوكال سبريد ولا هتعمل ديستانت سبريد اللي هو بنقول عليه ميتاستاسيس عن طريق الليمفاتيك او البلد. هي اظهرت الشور ساين اوف مالجنسي انها كسرت البيزمنت ممبرين بس، خلاص. ده الفيرسس كارسينوما انسايتو. كارسينوما انسايتو ظهرت فيها كل اعراض المالجنسي بس لسه ما كسرتش البيزمنت ممبرين، كسرت البيزمنت ممبرين وما عملتش اي ميتاستاسيس خالص، دي هي اللوكال مالجننت تيومرز. عملت بقى ميتاستاسيس سواء لوكال حواليها، يعني حوالين التيشوز اللي حواليها، او ديستانت ميتاستاسيس، لا خلاص انا كده بقى خلاص انا بتكلم في كانسر بقى، سواء كارسينوما او ساركوما، ايا كان الاوريجين بتاعها، يعني هي جاي من ابيدرمس ولا درمس، عشان انتوا عارفين اللفظ ساركوما ده بيجي من الحاجات اللي في الدرمس. اوكي طيب، دي الكارسينوما ان سايتو قلناها، وقلنا يعني بون ديزيز. في بقى مصطلحات تانية، يعني اكانسوسيس. اكانسوسيس ده ممكن يحصل عادي في النورمال، اللي هو بس مجرد انكريس في البريكل سيل لايرز، ممكن يحصل طبعا في المالينجمنت، دي حاجه ممكن تحصل في الاثنين. والهايبر كيراتوزيس ده انكريس ثيكنس اوف ذا كيراتين لايرز خلاص، وبرده ده نفس الكلام زيه زي الاكانسوسيس، ممكن يبقى بيناين او مالينجمنت. الديسكيراتوزيس لا، الديسكريتوزيس ده من الشور ساينز ان انا في مالجنسي، ومشهور قوي بيه الكارسينوما انسايتو، البون مشهور بالديسكريتوزيس بالمناسبه. وده معناه ان انا حصل كريتينايزيشنز انسايد ذا سيلز. كريتينايزيشن انسايد ذا سيلز يعني ايه؟ يعني البريكل سيلز، انا قلت جرانيولر لاير بس هي اللي فيها الكيراتين جرانيولز، ما فيش اللي هي اللاير الواحده اللي فوق السوبرفيشال، لا، ابتدى بقى يحصل لوس اوف تيرن اوفر الطبيعي، وابتدينا نلخبط، وابتدت البريكل سيلز تاخد فانكشناليتي مختلفه، عشان هي خلاص بتتصرف هابهاجرز، ما فيش حاجه موقفاها، وبتعمل ابنورمال جروث وابنورمال فاشن في الجروث، فبدات تطلع كيراتين جواها، فده بنقول عليه انترا سيلولار كريتينايزيشن او ديسكريتوزيس. فدي ساين اوف مالجنسي، ده شور ساين اوف مالجنسي، عشان الحاجات دي برضو بتبقى مهمه عشان الام سي كيوز، او لو حد بقى بتاع باثولوجي كده زنقك في الاكزام في الاورال يعني خلاص. ايه يعني طبعا
ملهاش كلينيكال ابلكيشن الا لو انت اشتغلت بتاع اونكولوجي او يعني تشوف بقى سلايدز تحت الميكروسكوب انا شايف هنا كرياتين ده مسبوغ ده جرانيولز مش عارف ايه كده. الباراكيريتوزس ان هو يحصل ريتنشن للنيوكلياي في الكرياتين لاير اللي هي اون ديفويد اوف نيوكلياي، ودي برضو ممكن تكون نورمال وممكن تكون ماليجنت. يبقى الحاجات اللي خلينا نتكلم كده نراجع معلوماتنا تاني، اللي ممكن يبقى نورمال وماليجنت والايه شور ساينز للماليجنت. احنا قلنا كلمه تيومر او نيوبليزيا دي اكسبريشنز عامه لا تعني ان انا كانسر، او هي تعني ان انا في ابنورمال جروث او انكريزد في الجروث. خلاص لو انا ما حصليش كنترول وبدات اخد الباترن بتاع الماليجنسي، هبقى خلاص هبقى كانسر بجد. الكانسر بجد طبعا الاتيبيا دي اول ساين فيه، بس مش شرط ان انا ادخل في الفول بيكتشر بتاعه الكانسر، لكن وجودها في التيشو. ودينا مثال ليها البرايمري اكوايرد ميلانوزس ويزاوت اتيبيا اند ويز اتيبيا، يعني ان انا بنسبه كبيره جدا 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 ممكن ابطو 75% هتحول للفول بيكتشر بتاعه الكانسر. خلاص لكن هي برضو مش شور ساين، عشان يبقى الكلام واضح، مش شور ساين اوف ذا كانسر. امال ايه شور ساينز اوف ذا كانسر؟ ان يبقى عندي لوس اوف بولاريتي، الميتوتيك فيجر يزيد، الديسبليزيا، ان نعمل انفيجن البيزمنت ممبرين، طبعا الميتاستاسيس والحاجات دي، وان الديسكريتوزس هيتفضل عندي اكسبريشن زي الهايبركريتوزس والاكانسوزس والباراكريتوزس، دول قد يكونوا مالجننت او يكونوا نورمال. كلام كده واضح؟ اتمنى ان تكون الاكسبريشن دي يعني اتشرحت بطريقه لطيفه. طبعا هو الكلام كله اهو مشروح يمكن في بيج نمبر 3، انا طولت فيها شويه، بس انا اعتقد انها مهمه للفهم، مهمه قوي انك تبقى ان ديب نولج. في حاجات ممكن نعديها بسرعه، وفي حاجات هيبقى حلو قوي ان انا ابقى فاهميها بعد كده برضو في الباثولوجي. يعني اعتقد ان شاء الله هتفتكروني لما تكونوا بتذاكروا باثولوجي. هو برضو بيقول يعني تيومرز عموما لما يجي أستمها بيقسمها، احنا كنا زمان نقسم إبيثيليال وكونكتف تيشو لما كنا طلبة في الأندر جرادوت، هنا يعني كانسكي مقسمها إبيدورمال أدينيكسيال ودورمال، وبعد كده قال إن الدياجنوزس يعني إيه اللي يفرق البيناين ككلينيكال، أنت تعرف إزاي إن دي بيناين فيرسس ماليجنت. هو أنا كل عيان أخد منه بايوبسي، كل عيان هيجي لي في العياده اخد منه بايوبسي واروح اشوفها اعمل لها هيستوباثولوجي واشوف تحت الميكروسكوب؟ لا، هو انا امتى بقى اعمل بايوبسي وامتى اعملها اكسيجن، وممكن اعملها شيف، وممكن اعملها بس مش بايوبسي، انا بعمل بس جاست كوزموتيك، وانا حتى زي ما اقوله مطمنه قوي ان ده بيناين طبعا ليجن ومش قلقانه منه. هو بس يعني بيقول لي طبعا كل ما كان ما فيش انديوريشن، ما فيش فيكسيشن للتشو، وما فيش ألسريشن، ويونيفورم كالر. مش شرط اليونيفورم كالر دي، عشان بعد كده هتعرفوا ان النيفاس ممكن تبقى مش يونيفورم كالر بالمناسبة، وتبقى برضو بيناين. يعني فمع احترامي الشديد لكلمة يونيفورم كالر، بس هو ان جنرال يعني كل ما كانت يونيفورم كالر كل ما كنا towards طبعا ان انا benign lesion. الا ما تتجروث يعني عيان يقول لي انا مثلا مولود بيها بقى لي سنين، او هي طول عمرها عندي كده، او انا مولود كده. واحد عيان عنده 20 سنه خلاص بقى يعني ما تعقدوش في حياته وتقول له لا لازم اخد منها بايوبس، غير ما واحد مثلا elder ويجي لك ويقول لك لا دي شورت، دي بقى لها مثلا شهر شهرين ثلاثه، او حتى even ده history بتاع 6 شهور او سنه. لا إيه لا، خصوصا لما بيقول لك بتزيد او بتكبر او جالك بمس lesion. خلاص طبعا برضو برضو كل ما كانتش عامله ديستراكشن للليد جيومتري، يعني مثلا مش عاملاني مثلا سيكاتيشال اكتروبيوم، مش واخده مثلا لش وعامله فيه السريشن، او عامله تريكيزس، او عامله اي ديفورميتيز في الليد، لان كونها عامله ديفورميتيز في الليد معنى كده ان هي تيذرنج للاندرلاينج ستراكشرز، فده طبعا بيريز البوسيبيليتيز بتاعه ان هي ممكن تكون مالجننت. اوكي طيب هو انا ممكن طبعا اعمل حاجه اسمها انسجنال بايوبسي، وحاجه اسمها اعمل اكسجنال بايوبسي. بصوا يعني كمبدا، لو عندي الريسك بتاع ان انا عندي مالجننسي عالي، لا ما ينفعش اعمل انسجنال بايوبسي. خلاص الصح ان انا اعمل اكسجين. في حالات كمان يعني بيج ميستيك انك تعمل انسجن بايوبسي، لانها بتعمل زي اسمها زي ما بنسميها كده سيدلينج، او ده بيخليها مور اجريسيف من الحاجات دي، اعشارهم الميلانوما.
وبرضو من الحاجات لو ما عملت لهاش كومبليت اكسجن حتى لو راح تاخد بايوبسي بيخلي الريكورنت بتاعها يعني سو اجريسيف اجريسيف بالرغم من انها تبان ان هي حاجه اصلا ده لوكالي مالينجنت. البيزا سيل كارسينوم, البيزا سيل كارسينوم خلاص اوكي, يعني عندك الميلانوما والبيزا سيل كارسينوم. لا ما نهزرش, في حاجات كتير طبعا لو انا اي حاجه شكيت فيها انها مالينجنت لا ما ينفعش اهزر. لكن مثلا في حاجات احيانا ببقى انا فيها الديبيتابل ايش وانا مش عارف هو ده كاليزيون ريكورنت كاليزيون ولا وارد يكون سبيشال سيل كارسينوما, مش باين له باترن معين, مش واخد الفول بيكتشرز. طيب مثلا او هي دي اكتينيك كيراتوزيس ولا ممكن تكون سكوماس سيل كارسينوما, ممكن هنا بقى اخد انسجنال بايوبسي. البابيلوما, طب هي دي البابيلوما بتاعت الفيرال اللي انا مش قلقان منها ولا دي نيو بلاستيك خلاص, علشان في حاجات كده قلقاني شويه حواليها شايف عامله انديوريشن مع انها سكن تاج وكل حاجه, فدي بس شايفه مثلا ان هي تيزرنج عامله ديستراكشن جيومتري بتاع الليد او هي انديوريتد او في ظهر حواليها السرز او بقت مثلا نوت يونيفورم كولرز بالرغم من هي معروف انها بيناين, لكن طبعا في رير بوتنشال انها تتحول نيو بلاستيك. الحاجات دي بقى اللي هي اللي فيها ديبيتابل اشو دي لا ساعتها ممكن تاخد الانسجنال بايوبسي. بس لو ثبت طبعا وهو دلوقتي بيحبوا المه بايوبسي ليه بقى, لان هي تجمع بين الحاجتين, هي لا هي اكسجنال ولا هي انسجنال. هي ممكن انا اخد الليجن من غير سيفتي مارجن وابعته دلوقتي او اقول بتاع الهيستوباثولوجي انا واقف اهو مستني النتيجه يديني يقول لي الليجن ده كذا كذا والمارجن بتاعك مثلا مش فري, المارجن فلان الفلاني اللي جاي من ناحيه مثلا ناحيه الرايت او الليفت, انت بيبقوا في اتفاق كده يعني على زوايا معينه عشان بس ابقى عارفه حدودي في ان هو ده كان ناحيه النيزل ولا التمبرال بيني وبين الباثولوجيست او الهيستوباثولوجيست خلاص. فساعتها اكمل خلاص اخدها والسيفتي مارجن يعني وخلاص انا كده فت العين. فبدل ما اعمل لا اعمل انسجن من الاول واقفل واقوم العين ويرجع سكندري سيرجري, او اعمل اكسجنال واعمل وايد ديستراكشن للليد على اساس انها مالينا في الاخر يطلع بناين ليجن. لا فهو عشان كده بيحبوا المه انسجنال بايوبسي. والمه بصراحه بيعتبروه حتى مايكروجرافيكال سيرجري وهي لطيفه جدا جدا. مش عشان كده انت بتوفري على العيان طبعا وبتبريزرف التيشو, بتوفري على العيان سكند سيرجري بتبريزرف التيشو, بس هي حلوه في الحاجات اللي هو صعب شويه احدد ال برضو دي حته تريكي وساعات بتيجي في الام سي كيو اللي هو صعب شويه ان انا احدد المارجن بتاع يعني بمعنى ايه احدد المارجن. البرايمري تيومر بيبقى لحد ما حتى لو كانسر سواء سكوماس ستيل او بيزل ستيل او سبيشال ستيل كارسينوما بيبقى المارجن واضح لحد ما قدامي وانا باخد اصلا سيفتي مارجن كده حوالي 4 ملم تقريبا وفي كتب تكتب 2 ملم ايا كان, بس انا باخد سيفتي مارجن حلو. فغالبا حتى لو بعمل المه نادرا ما يقول لي المارجن ده لسه مش فري, بيبقى ممكن يحصل ان المارجن ده مش فري. لكن مين اللي انا مش عارفه حدودي, ما اعرفش ارسم عليه كده. لو جبت سيرجيكال بين قبل ما دخل العيان العمليات ما اعرفش ارسم بالقلم على التيومرز. العيان الريكارنت وحالات الديفيوز وده بيحصل مع البيزا سيل كارسينوما. شوفوا البيزا سيل كارسينوما زي ما كنا بندرس ان هي لوكالي مالينجنت, لكن هتعرفوا ان فيها مشاكل كتير مش بالسهوله الخداعه دي. لوكالي مالينجنت بس رخمه, رخمه في الريكارنت بتاعها, رخمه في السكليروزنج تايب بتاعها. انا مش عارفه حدودي فين, فانا هضطر اعمل عشان ابريزرف التيشو واعرف حدودي فين, اعرف انا هوصل للفري مارجن بتاعي ازاي. هنكمل ان شاء الله بعد كده في سيشن تاني. كفايه عليكم السيشن الاولانيه دي, استمتعوا بيها وقولوا لي يور كومنتس. جود باي.